السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات دبلوم التعليم التجاري شعبة التأمينات في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة. وحلقتنا النهاردة هنتكلم عن مادة فني الإنتاج في التأمين، وهنتكلم عن الوحدة الثانية اللي هي التشريعات والقواعد المنظمة لعمل المنتجين. لو احنا هنتكلم عن القواعد والتشريعات، القواعد والتشريعات ايه هي القواعد والتشريعات او القوانين اللي بتنظم عمل المنتجين او الوسطاء في التأمين، في فني التأمين؟ اول حاجة في الفصل ده اللي هي التشريعات والقواعد، التشريعات المنظمة لعمل المنتجين. ايه هي التشريعات دي؟ هما 13 نقطة بيتكلموا عن التشريعات. لو احنا هنا اتكلمنا عن التشريعات، في اول حاجة لو بصينا هنا على الشاشة بيقولك هنا بصدور القانون رقم 118 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، والصادر بقانون كام؟ رقم 10 سنة 1981. يبقى احنا هنا القانون كان أصلا سنة 1981 وتم تعديله سنة 2008. التعديل ده أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين ايه في مصر. وهنا الهيئة، قيام الهيئة بالإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، واللي هم بيزاولوا نشاط التأمين وإعادة التأمين وفقا لأساليب تقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملائمة المالية. هنا في التشريعات بيقولك هنا الإجراءات وشروط تسجيل الوسطاء وتنظيم عملهم في المادة من 71 حتى 74. احنا من هنا لازم نعرف ايه هي الاجراءات وشروط تسجيل الوسطاء وازاي ان انا ينظم عملهم. طبعا قلنا ان هي الاجراءات والشروط دي هم 13 اجراء او 13 نقطة. اول نقطة منها ان هو بيقولك المقصود بالوسيط في التأمين هو كل شخص طبيعي او اعتباري يتوسط في عقد عملية التأمين واعادة التأمين. يبقى هنا في التشريعات لازم نقول ان الوسيط المقصود بالوسيط هو بيكون شخص اعتباري او شخص طبيعي. طيب تاني حاجة من التشريعات اللي هو يعتبر العاملين بالجهاز الانتاجي بشركات التأمين او اعادة التأمين القائم من وسطاء التأمين. يعني ما ينفعش هنا العاملون بالجهاز الانتاجي ما يكونش من الوسطاء التأمين، لازم هنا وسيط التأمين لازم يكونوا من العاملين بالجهاز الانتاجي بشركات التأمين او اعادة التأمين. تالت حاجة ان هنا تنظم اللائحة التنفيذية للقانون وأوضاع وشروط مزاولة الوسطاء لأعمالهم. رابع حاجة، لا يجوز للوسطاء أن يزولوا أعمالهم ما لم تكن أسمائهم مقيدة في سجل المعد لغرض بالهيئة. يعني لازم الوسيط، ما ينفعش أي حد يشتغل في الوسيط إلا ما يكون مسجل في سجل الوسطاء. يبقى هنا اي شخص ما ينفعش ان هو يشتغل كوسيط الا اذا كان ايه، الا اذا كان مسجل في سجل الوسطاء وان هو عمل قيد او ان هو بدأ ان هو دخل ان هو يكون وسيط، وده ما ينفعش ان اي شخص ايه ان هو يدخل كوسيط. يبقى هنا لا يجوز للوسيط ان هو يشتغل كوسيط الا اذا كان مقيد في سجل الوسطاء. طيب بعد كده خامس حاجة من الشروط ان هو يسرق القيد في سجل وسطاء التأمين لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. يعني انا كل الوسيط لازم ان هو يقيد لمدة 3 سنوات قابلة للايه؟ للتجديد. يعني كل سنة بيقبل او بجدد القيد بتاعي ان انا اكون وسيط في التأمين. سادس حاجة ان هو يؤدي طالب القيد او التجديد في سجل الوسطاء رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين. يبقى أي حد هيجي يقدم قيد أو يقدم على إن هو يسجل أو يجدد في سجل الوسطاء لازم إن هو يدفع رسوم، والرسوم دي من اللي بيحددها هو إدارة أو مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
سابع حاجة ان هنا بتوفر شروط القيد او التجديد للاشخاص الطبيعيين في سجل الوسطاء الى جانب اجتياز احد الدورات التدريبية. يبقى هنا الشخص اللي هو هيبدأ ان هو يجدد او ان هو هيبقى قيد في الوسطاء في سجل الوسطاء لازم ان هو يجتاز التدريبات اللي هي بتتعمل ليه. ما ينفعش الوسيط ان هو يبدأ ان هو يدخل من غير ان هو ياخد الدورات التدريبية المتخصصة علشان يقدر ان هو يكون من الوسطاء. تامن حاجة اللي هو يشترط لقيد او تجديد قيد الاشخاص الاعتبارية في سجل الوسطاء ان يكون الشخص على هيئة شركة مساهمة مصرية. يبقى هنا الشخص الاعتباري لازم برضك لما باجي ان انا اقيده او ان هو يجدد القيد لازم، واحنا اتفقنا ان هو الشخص الاعتباري ده هو شركة بتكون مساهمة مصرية. تاسع حاجة من التشريعات ان هو يتم القيد والتجديد والشطب لوسطاء بقرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة على التأمين. يبقى هنا ما ينفعش القيد او التجديد او الشطب الا من رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة على التأمين، مش اي حد وخلاص ان هو يشطب او يجدد او ان هو يعمل القيد لاي شخص، لازم يكون رئيس مجلس إدارة الهيئة للتأمين، الهيئة الرقابية على التأمين. عاشر حاجة اللي هو على طالب القيد او التجديد ان يقدم قبل قيده بالسجل او عند التجديد وثيقة تأمين مسؤولية مهنية. لازم نأكد على ده ان ما ينفعش الوسيط يبقى يتسجل في سجل الوسطاء الا اذا كان عنده وثيقة اسمها تأمين مسؤولية مهنية. يبقى هنا لازم الشخص اللي هو رايح يكون وسيط لازم يعمل في البداية خالص لازم يعمل وثيقة اللي هي اسمها وثيقة تأمين مسؤولية مهنية ليه هو عشان يقدر ان هو يبقى في سجل الوسطاء او ان هو يجدد في سجل الوسطاء. 11 ان هو يباشر الوسطاء أعمالهم وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. يبقى هنا الوسيط لازم يباشر أعماله وفقا للشروط والأوضاع اللي بتحددها اللائحة التنفيذية. 12 اللي هي تحدد اللائحة التنفيذية أوضاع تسويق منتجات التأمين عن طريق البنوك. يبقى أنا بحدد اللائحة التنفيذية وأوضاع التسويق منتجات التأمين عن طريق مين؟ عن طريق البنوك. وآخر حاجة النقطة الأخيرة في التشريعات اللي هو يحظر على وسطاء التأمين العمل في مجال أعمال المعاين وتقدير الأضرار أو الخبرة الاكتوارية. يبقى هنا ما ينفعش ان الوسيط التأمين ان هو يشتغل في اعمال المعاين. ودول كانوا 13 بند من البنود اللي هي التشريعات الخاصة او منظمة لعمل المنتجين والوسطاء، ان احنا ما ينفعش ان هو الوسيط ان هو يشتغل اعمال المعاينة او في الاكتوارية. يبقى هنا لازم ان انت تركز على ال13 بند دول، دي التشريعات اللي هي خاصة لعمل او المنظمة لعمل الوسطاء والمنتجين. طب الجزء اللي بعد كده اللي هي ايه؟ اللي هي القواعد المنظمة لعمل المنتجين والمنتجين والوسطاء. احنا خدنا اول حاجة التشريعات، هناخد بعد كده اللي هي القواعد. طب ايه هي القواعد دول؟ هما 5 قواعد بنمشي عليهم. اللي هو ايه؟ اول حاجة الاحكام العامة. يبقى هنا من القواعد هناخد الاحكام العامة. تاني حاجة هناخد الالتزامات اللي هي التزامات الوسيط لمين؟ التزامات الوسيط لاتجاه شركة التأمين. تالت حاجة التزامات الوسيط اتجاه العملاء. رابع حاجة التزامات الوسطاء اتجاه إعادة التأمين. وآخر حاجة اللي هي التحقيق والتأديبات، الجزاءات التأديبية.
هناخد اول حاجه من القواعد زي ما اتفقنا، اللي هي الايه، الاحكام العامه. لو احنا شفنا مع بعض في اول حاجه من القواعد على الشاشه الاحكام العامه، اول حاجه في الاحكام العامه ان الوسيط التامين زي ما احنا اتفقنا ان وسيط التامين لازم يكون ايه، لازم يكون شخص طبيعي او اعتباري، لازم يكون شخص طبيعي او ايه او اعتبار. طب والشخص الطبيعي او الاعتبار بيتقاضى يا اما مكافاه يا اما مرتب يا اما حافز. يبقى هنا في اول حاجه من الاحكام العامه ان الشخص ان الوسيط ممكن يكون شخص طبيعي او اعتبار، ولازم وهنا بيتقاضى يا اما مرتب او مكافاه او اجر. طب تاني حاجة من الأحكام إن يجب أن يكون الوسيط مقيد بالسجل المعد لذلك. يبقى لازم الوسيط يكون مقيد بالسجل المعد، ما ينفعش أي شخص يشتغل وسيط إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا كان مسجل في السجل الوسطاء. تالت حاجة من الأحكام العامة إن يلتزم الوسيط بأن يمارس نشاطه وفقا للقواعد والأحكام المنظمة لسوق التأمين في إيه؟ في مصر. رابع حاجة يحظر على الوسطاء القيام بأي أعمال تتعارض في المصلحة أو المصالح. ما ينفعش الوسيط إن هو يشتغل في أعمال تتعارض مع المصلحة التأمينية أو إن هو اللي هو فني التأمين أو البيع أو التسويق. دي كانت الأحكام العامة من القواعد المنظمة لعمل الوسطاء والمنتجين. يبقى هنا أول حاجة الأحكام العامة. طب تاني حاجة زي ما احنا اتفقنا اللي هي ايه، الالتزامات، التزامات الوسيط اتجاه شركات التأمين. التزامات الوسيط اتجاه شركات التأمين ان هو يلتزم الوسيط اتجاه شركة التأمين بايه؟ أول حاجة من الالتزامات المحافظة على اسم وسمعة شركة التأمين سواء كان يعمل لحسابها أم لا، لازم ان انا احافظ على الاسم وسمعة الشركة. تاني حاجة المحافظة على العهد والمستندات والأموال التي تخص الشركة التي يعمل لحسابها. تالت حاجة التحقق من صحة وحقيقة المطالبة الخاصة بالعملاء وسلامة المستندات المرفقة. لازم ان انا اتحقق من صحة وحقيقة المطالبة الخاصة بالعملاء وسلامة المستندات اللي انا باخدها من العملاء. ما ينفعش ان انا اخد اي مستند كده وما اتحققش من صحته. دي هي التزامات اللي هي التزامات الوسيط اتجاه شركات التأمين، ان انا لازم الوسيط يحافظ على اسم الشركة وسمعتها. تاني حاجة ان هو لازم يبقى يحافظ على العهد والمستندات. وتالت حاجة ان هو لازم يتحقق من صحة المستندات الخاصة بالعملاء. ما ينفعش ان انا اخد اي مستند موجود معايا وما تحققش من صحته. دي التزامات الوسيط، لازم ان هو الوسيط يلتزم اتجاه شركة التأمين ان هو يحافظ عليها، يحافظ على السمعة، على اسم الشركة، على المستندات اللي هو بيستلمها من العملاء، ولازم المستندات اللي هو بيستلمها من العملاء يتحقق من صحتها، يتحقق ان هي دي صحيحة، يتحقق ان هي سليمة. ما ينفعش ان هو ياخد المستند كده من غير ما يكون يتحقق منها. يبقى ده كان تاني حاجة من القواعد. احنا خدنا اول حاجة اللي هي الاحكام العامة، وتاني حاجة قلنا الالتزامات الوسيط اتجاه شركات الايه، التأمين. طب تالت حاجة من القواعد المنظمة لعمل الوسيط اللي هي التزامات الوسيط اتجاه مين؟ اتجاه العملاء. لو احنا شفنا على الشاشة مع بعض اللي هي التزامات الوسيط اتجاه العملاء، اول حاجة فيها اللي هو تقديم الخدمة التأمينية المناسبة للعميل. ان انا بقدم الخدمة التأمينية المناسبة للعميل واشوف ايه هي احتياجات العميل، وابدأ ان انا اشوف الوثيقة المناسبة ليه عشان اقدر ان انا ابيع ليه. ما ينفعش اتفقنا في الحلقة اللي فاتت ان انا ابيع الوثيقة اي حاجة وخلاص، مش لازم ان انا اشوف احتياجات العميل. يبقى هنا ما ينفعش كأنت كوسيط ان انت بتبيع الوثيقة لأي شخص وخلاص من غير ما تعرف ايه هي احتياجات. يبقى لازم تعرف العميل ده ايه هي احتياجات. من التزامات الوسيط ان هو يعرف احتياجات العميل ايه، وايه الوثيقة المناسبة ليه، وايه هي الاحتياج ليه. يبقى تاني حاجة ان انا برشد العميل الى التغطية التأمينية، ان انا برشده الى التغطية التأمينية المناسبة ليه. زي ما اتفقنا ما ينفعش العميل ياخد اي وثيقة وخلاص.
طيب ثالث حاجة من الالتزامات العميل اتجاه التزامات الوسيط اتجاه العميل ان هو يشرح للعميل تفصيليا كيفية الإجابة على الأسئلة التي يتضمنها طلب التأمين دون التأثير عليه، ان هو بيشرح له الوثيقة وطلب الوثيقة بالأسئلة كلها تفصيليا من غير ما انا أؤثر على العميل. ورابع حاجة ان هو يحظر عليه اجراء اي شطب او تعديل في اي بيانات في طلب التأمين، يبقى ما ينفعش في التأمين في طلب التأمين ان الوسيط يشطب او يعدل بعد ما العميل بيملى طلب الوثيقة. انا طلب الوثيقة مين اللي بيعمله؟ هو العميل. طب العميل هو ملى طلب الوثيقة، ما ينفعش ولا يجوز للوسيط ان هو يعدل فيها او يشطب او يعمل فيها اي تعديلات. ليه؟ لان الوثيق العميل هو خلاص عطى الثقة وهو اللي ملى البيانات بايديه، يبقى هو اللي يعدل فيها او يشطب فيها، اما الوسيط لا يجوز ليه ان هو يشطب او يعدل او ان هو يحذف اي حاجة من البيانات الموجودة في طلب الوثيقة. يبقى هنا خدنا التزامات العميل، التزامات الوسيط اتجاه شركة التأمين، والتزامات الوسيط اتجاه العميل. هناخد التزامات رابع حاجة، التزامات الوسيط في إعادة التأمين. ولو احنا شفنا مع بعض هنا اللي هي التزامات العميل، دي التزامات العميل اتجاه التزامات الوسيط اتجاه العميل، ان انا تسليم العميل ايصال معتمد من الشركة بجانب المبالغ التي تسلمها. ثامن حاجة المحافظة على الأوراق والمستندات المسلمة له من العميل وسلية المعلومات. تنبيه العميل كتابة بموعد تجديد الوثيقة وقيمة القسط وآخر موعد السداد، إن العميل لازم يكتب ميعاد تجديد الوثيقة وقيمة القسط وآخر موعد للإيه؟ للسداد. 10 ان انا بنبه العميل الى ضرورة ذكر البيانات الحقيقية الخاصة بموضوع التأمين في حالة تحقق الخطر المؤمن عنه، يعني لازم أأكد على العميل ان هو يقول البيانات صحيحة وحقيقية عن موضوع التأمين عشان لو حصل اي خسارة او اي خطر من المؤمن فيقدر ان احنا نعوض عليه. 11 ان انا بوجه العميل الى الاستعانة باستشاري متخصص اذا كانت الاستفسار او الاستفسارات تتجاوز معلومات الوسيط. ده كانت هنا ان هي التزامات الوسيط اتجاه العميل. رابع حاجة التزامات الوسطاء اعادة التأمين. اول حاجة معاونة الشركة في اختيار معد التأمين من ذوي المراكز المالية القوية. تاني حاجة ان هو يوضح للشركة اسماء جميع معيدي التأمين الذين اكتتبوا في الخطر. ثالث حاجة إبلاغ معيد التأمين بأي أخطار أو خسائر جسيمة متوقعة يمكن أن تؤثر على التزاماته، لازم أن أنا أبلغ بأي أخطار جسيمة متوقعة هيحصل فيها تأثير عند التزاماته. رابع حاجة ان انا بحول الاقساط التي يحصلها الى معيدي التأمين، ان انا بحول الاقساط اللي بحصلها الى معيدي التأمين. 5 بيتولى تحصيل التعويضات من معيد التأمين عند تحقق الخطر المؤمن ضده، ان انا بحصل التعويضات من معيد التأمين عند تحقيق عند تحقيق الخطر. 5 حاجة من القواعد المنظمة لعمل المنتجين والوسطاء اللي هي التحقيق مع وسطاء التأمين والجزاءات التأديبية، بيبقى في تحقيق مع الوسطاء وفي جزاءات تأديبية بتحصل ليهم. طب مين اللي بيعمل التحقيق ده؟ اول حاجة بيتم التحقيق مع الوسيط بمعرفة الادارة العامة للشؤون القانونية بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين. يبقى هنا لو في اي مخالفة او اي حاجة او تحقيق مين اللي بيعمله؟ هي بتكون بمعرفة الادارة العامة للشؤون القانونية بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين. طب لو في هنا تأديب، الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الوسيط هي الإنذار أو الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز عن عام أو الشطب من السجل.
يبقى هنا احنا خدنا هنا التحقيق بيكون مين اللي بيحقق؟ الإدارة العامة للتأمينات. وهنا عندي الجزاءات، يا إما أو بيبقى في التحقيق أو الإنذارات، بياخد إنذار يا إما إيقاف. الإنذار ده ممكن إن الشخص ده عمل مشكلة في الشغل أو حصل أي مخالفة، فهو يا إما الجزاء بتاعه أو التأديبية، الجزاءات التأديبية، يا إما بياخد إيقاف، إيقاف عن العمل خالص كوسيط، يا إما بياخد إنذار. طيب مين اللي بيعمل ده أو بيدي الإنذار أو الإنذار أو الإنذار أو الشط من سجل؟ بيكون من الإدارة العامة. بعد كده هناخد إرشادات القيد أو التجديد بسجل وسطاء التأمين. أول حاجة لازم اجتياز الدورة التدريبية المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك الاختبار الذي تعقده الهيئة، ويتطلب ذلك ميل. يبقى لازم هنا ناخد الاجتياز الدورة التدريبية المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية. طب بيتطلب ايه؟ بيتطلب أول حاجة ضرورة حضور 90% من الساعات. يجوز للوسيط طالب التجديد، ينفع ان هو يطلب تجديد، لان هو بعد 3 سنين بيبدأ ان هو يطلب التجديد. تعقد الهيئة الاختبار كل يوم خميس من كل أسبوع، وعلى الراغبين التقدم في موعد أقصاه الثلاثاء من كل أسبوع، مع مراعاة وجود فاصل زمني بين اختبار الدورة التدريبية واختبار الهيئة، قدرها كام؟ 5 أيام على الأقل، مع إرفاق المستندات المطلوبة. وهي يبقى هنا ما باجي أدخل الدورة التدريبية لازم عشان أجتاز الدورة التدريبية إن أنا أحضر 90% من الدورة، لازم إن هنا الوسيط ممكن إن هو يجدد الوثيقة أو يجدد الطلب. وهنا في الهيئة الاختبار بتعقد الهيئة الاختبار كل يوم خميس، لازم إن أنا أقدم يوم الثلاثاء في موعد أقصاء الثلاثاء من كل إيه؟ من كل أسبوع. طب إيه هي المستندات المطلوبة؟ أول حاجة طلب دخول الاختبار، أنا عاوز أدخل الاختبار، يبقى هنا هقدم طلب دخول الاختبار. صورة بطاقة الرقم القومي، صورة شهادة اجتياز الدورة التدريبية المعتمدة والمؤهلة للقيد أو التجديد. تاني حاجة التقدم بكافة الأوراق اللازمة للقيد أو التجديد إلى الإدارة المختصة بالهيئة. ومن أهم هذه المستندات، أنا عندي هنا مستندات بقدمها. أول حاجة هنا مستندات القيد، وفي مستندات تجديد المنتجين، وفي هنا المستندات المطلوبة لتجديد الوسيط الحر. أنا عندي كل مستند بيختلف عن التاني، يبقى هنا مستند القيد بيختلف عن مستند تجديد المنتجين، بيختلف عن مستندات اللي هي تجديد الجدد. يبقى هنا 3 حاجات بيختلفوا عن، عندي 3 مستندات، اللي هو مستندات اللي هم الجدد القيد الجديد اللي هم لسه جداد هيقدموا، وعندي مستند بتختلف عن المستندات اللي هو الشخص الوسيط بعد كل 3 سنين بيبدأ ان هو يجدد في الطلب او ان هو يكون وسيط. دي مستندات بتختلف عنه. في مستندات التالتة اللي انا هكون وسيط حر، يكون وسيط ايه؟ حر. لو احنا شفنا مع بعض على الشاشة اللي هي اول حاجة اللي هي الوسيط، المستندات القيد، شخص جديد خالص وعاوز يشتغل كوسيط. طب ايه هي المستندات القيد؟ اول حاجة صورة شهادة اجتياز الدورة التدريبية. احنا لازم طبعا زي ما اتفقنا ان هو ياخد اختبار او يجتاز الدورة التدريبية اللي بيعقدها مين؟ المعهد المصري للتأمين، ودي خلال اخر 3 سنوات. كل اخر 3 سنوات يبدأ ان هو ياخد الدورة التدريبية. تاني حاجة اجتياز الاختبار الذي تعقده الهيئة خلال 3 سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الايه؟ طلب القيد. تالت حاجة وثيقة تأمين مسؤولية مهنية يتحدد حدها الأقصى وفقا لحجم عمليات الوسيط.
زي ما اتفقنا ان اي وسيط لازم ان هو عشان يكون يتقيد في السجل الوسطاء لازم يكون عنده وثيقة اسمها وثيقة تأمين مسؤولية مهنية. تالت حاجة او رابع حاجة، صورة بطاقة الرقم القومي او جواز السفر مع تقديم الاصل للاطلاع. هيكون معايا صورة البطاقة الرقم القومي او جواز السفر ولازم يكون معايا الاصل عشان يطلع عليه. خامس حاجة اللي هي صحيفة حالة جنائية حديثة، لازم تكون صحيفة الحالة الجنائية بتكون حديثة معاك. سادس حاجة، شهادة من محكمة شؤون الأسرة تفيد بخلو الطالب من عوارض الأهلية خلال 3 سنوات سابقة. يعني لازم يكون الطالب الشخص ده اللي هو هيكون وسيط ما يكونش عنده عوارض أهلية، لازم يكون كامل الأهلية. سبعة، شهادة من المحكمة التجارية المختصة بعدم صدور أحكام إفلاس ضد الطالب خلال 3 سنوات سابقة، ما يكونش مفلس أو ما حصلش صدور أو عدم إصدار أحكام إفلاس. تمانية، مستند رسمي يثبت أن الطالب حاصل على إحدى المؤهلات، لازم يكون عنده بيحصل على مؤهل عالي أو متوسط على حسب المؤهل اللي هو حاصل عليه. تسعة، مستند يثبت الموقف من التجنيد، يعني الشخص لازم يكون عنده معاه إثبات إن هو حصل على التجنيد بتاعه أو موقف من التجنيد. ممكن يكون ان هو ادى الخدمة العسكرية او ان هو يكون عنده اعفاء، لازم يجيب حاجة مثبتة بالموقف من التجنيد. 10، ايصال سداد رسوم القيد، ان هو رسم القيد بيدفع الرسوم المسددة وهي المتفق عليه. 11، صورة شخصية، دي هي المستندات اللي هي مطلوبة للقيد. طب تاني حاجة، مستندات تجديد المنتجين. 1، صورة شهادة اجتياز الدورة التدريبية التي يعقدها المعهد المصري للتأمين خلال آخر 3 سنوات. يبقى هنا لازم لو انتوا شايفين كده ان انا في المستندات القيد او مستندات اللي هي تجديد القيد بتاعي، الاتنين لازم ان هم يجتازوا الدورة التدريبية، والدورة التدريبية دي بتحصل هنا كل 3 سنوات. يعني هو كان اصلا شغال وسيط قعد 3 سنوات، قبل ال3 سنوات ما يخلصوا لازم ان هو ياخد دورة تدريبية تاني من اللي هي التأمينات علشان يبدأ ان هو يجدد في العمل بتاعه كوسيط. ما ينفعش ان هو يفضل شغال خلاص، ان هو خد سجل نفسه في السجل مرة واحدة ويقول خلاص على كده، لا، لازم ان هو كل 3 سنوات يدخل الدورة التدريبية ويبدأ ان هو عشان يقدر ان هو يسجل كوسيط. طب بعد كده من المستندات اللي هي اجتياز الاختبار الذي تعقده الهيئة خلال 3 شهور السابقة على التجديد. تالت حاجة، طلب من شركة التأمين بتجديد قيد وسيط التأمين متضمنة ان هو يعمل بالجهاز الانتاجي بالشركة. لازم الشخص اللي هو اوريدي خلاص بيجدد كمنتجين او كوسطاء، لازم يجيب طلب من شركة التأمين اللي هو شغال فيها ان هو يجدد قيد وسيط التأمين، وهو لازم يكون مكتوب في الطلب ان هو يعمل بالجهاز الانتاجي بالشركة. رابع حاجة، صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر مع تقديم الأصل للاطلاع. لازم الأصل عشان الموظف أو الشخص اللي هو هيستلم من حضرتك المستندات لازم يكون يشوف الأصل ويشوف الصورة اللي مع حضرتك. خمسة، التوقيع على إقرار التجديد أمام الموظف المختص بالهيئة. ما ينفعش ان انت جايب المستندات كلها وان انت موقع في البيت، لا، لازم ان انت الاقرار التجديد لازم يكون التوقيع امام الموظف المختص بالايه بالهيئة. ستة، سداد رسم التجديد، بتدفع الرسوم التجديد اللي هي متفق عليها. تالت حاجة من المستندات المطلوب لتجديد الوسيط الحر، احنا خدنا اللي هو للقيد
اول مره الوسيط يكون اول مره هيقدم كوسيط، وخدنا المستندات التانية الوسيط اللي هو بيجدد، وده تالت حاجة اللي هي المستندات المطلوبة لتجديد الوسيط الايه الحر. هي تشبه المستندات المطلوبة لقيد الوسيط، نفس المستندات الموجودة في قيد الوسيط هي لتجديد الوسيط الايه الحر، فيما عدا بند 9 الخاص بمستندات الموقف التجنيدي، حيث يكون الطالب قد قدمه من قبل، هو اصلا قدمه في البداية خالص اما جه يقدم كوسيط، او ان هو بدأ ان هو كقيد قيد للوسيط، هو مقدم موقفه من التجنيد. فطبعا هنا اما يجي يقدم تاني كوسيط حر خلاص ما بيقدمش الموقف من التجنيد. الى جانب ايصال سداد رسم التجديد بدلا من ايصال سداد رسم القيد. رقم 10 ومن استبعاد مع استبعاد مستند إثبات المؤهل اللي هو رقم 8، يبقى أنا هنا هستبعد رقم 10 ورقم 8 اللي هو إثبات المؤهل، لأن أنا إثبات المؤهل أنا قدمته قبل كده. رابعا هنا نماذج القيد والتجديد. إيه هي النماذج المطلوبة مني للقيد والتجديد؟ أول نموذج هو نموذج طلب قيد مصري بسجل وسطاء التأمين أو إعادة التأمين. تاني نموذج اللي هو طلب إعادة قيد مصري بسجل وسطاء التأمين أو إعادة تأمين. يبقى هنا أول نموذج إن أنا بطلب قيد بيكون مصري، شخص مصري هيسجل في وسطاء التأمين. طب النموذج التاني هو طلب بس إيه بقى؟ إعادة قيد، إن هو كان هنا كان مقيد بس هو هيعمل إعادة إيه؟ قيد، ويكون شخص إيه؟ مصري بسجل وسطاء التأمين أو إعادة التأمين. النموذج الثالث اللي هو نموذج طلب قيد وسيط بسجل وسطاء أو إعادة التأمين لمين؟ لغير المصريين، يعني ممكن أشخاص غير مصرية تشتغل كوسيط، وهنا ده النموذج بتاعه. رابع حاجة طلب تجديد قيد مصري، ان انا هجدد، انا بشتغل كوسيط وقضيت 3 سنوات، انا عاوز اجدد ان انا اكون وسيط التمنيع وسيط التأمين، يبقى هنا ده حاجة اسمه طلب تجديد قيد مصري، ان ده شخص ايه مصري بسجل وسطاء التأمين او اعادة التأمين. خامس حاجة اللي هو طلب تجديد، انا هجدد القيد وسيط بسجل وسطاء التأمين أو إعادة التأمين بس يكون إيه؟ غير مصريين، زي ما اتفقنا إن في مصر غير مصريين يقدروا إن هم يشتغلوا وسطاء التأمين. كده إحنا خلصنا الوحدة التانية. لو إحنا افتكرنا مع بعض إحنا خدنا إيه في الوحدة التانية؟ خدنا التشريعات المنظمة لعمل المنتجين والوسطاء، وقلنا إن التشريعات دول هم 13 بند بنبدأ إن إحنا نعرفهم، وبعد كده أخدنا اللي هي القواعد المنظمة لعمل المنظم لعمل الوسطاء والمنتجين، وقلنا ان هي القواعد هم 5 قواعد لازم نحنا نبقى مركزين فيهم، اللي هي الاحكام العامة، تاني حاجة التزام الوسيط اتجاه شركة التأمين، تالت حاجة التزامات اللي هي الوسيط اتجاه العملاء، رابع حاجة التزامات الوسطاء لإعادة التأمين، واخر حاجة وخامس حاجة اللي هو التحقق والانذارات او التأديبات. وبعد كده اخدنا النماذج او المستندات المطلوبة من القيد قيد الوسيط او تجديد الوسطاء، وقلنا ان في نماذج موجودة للمصريين وللاجانب اللي هم غير مصريين، اللي هم ينفع ان هم يسجلوا وسطاء ويشتغلوا في مصر، ممكن اجانب او غير مصريين يقدر ان هم يشتغلوا في تجديد في قيد او في الوسطاء او المنتجين. هندخل هنا في الوحدة الثالثة وهي تأهيل المنتجين الجدد. انا بأهل منتجين جدد، طب أأهلهم ازاي؟ ان انا ببدأ ان انا ادربهم، ببدأ ان انا اديهم دورات تدريبية علشان يقدروا ان هم يشتغلوا كوسطاء او كمنتجين في شركات التأمين وإعادة التأمين.
لو احنا جينا مع بعض هنا على الشاشة وشفنا مع بعض اللي هي كيفية اعداد المنتجين الجدد، ازاي ان انا اعد منتجين جدد. اول حاجة ان هو لازم ان هو اجتياز او شروط اختيار المنتجين والقيد في سجل الوسطاء ب اسس تدريب الجهاز الانتاجي. ت هنا برنامج الهيئة العامة للرقابة المالية. ورانا رابع حاجة اللي هو تطور اعداد الدورات والمتدربين من الوسطاء بالمعهد. دي ازاي ان انا بعد المنتج الجيد. شروط اختيار المنتجين والقيد في سجل الوسطاء. اول حاجة ان هي في الشروط دي هي نصت المادة 73 من قانون الاشراف والرقابة على شروط قيد الوسيط الخاصة بالمؤهل والخبرة والشروط الاخرى الواردة باللائحة التنفيذية للقانون كما يلي. ايه هي الشروط دي او شروط ان انا اختار المنتجين والقيد في سجل الوسطاء؟ شروط اختيار المنتجين والقيد في سجل الوسطاء، اول حاجة لازم هنا الحصول على مؤهل عالي. ان انا لما باجي اختار المنتجين او ان هم يقيدوا في سجل الوسطاء لازم يكون عنده حاصل على مؤهل عالي او الحصول على مؤهل فوق المتوسط، ولازم يكون تخصص تأمين. تالت حاجة الحصول على مؤهل فوق المتوسط مع خبرة عملية في مجال التأمين. يعني ممكن ان هو يكون حاصل على مؤهل فوق المتوسط بس لازم يكون عنده خبرة في الايه، في مجال التأمين او إعادة التأمين لا تقل عن ايه، عن سنة. هنا من شروط اختيار المنتجين والقيد في سجل الوسطاء رابع حاجة اللي هي توافر الشروط العامة المذكورة بالمادة 63 من القانون 10 لسنة 1981. طب ايه هي الشروط العامة دي؟ اول حاجة هنا الا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية. مينفعش الشخص ده يكون اتحكم عليه بعقوبة جنائية وان انا اقول هو إن اختاره كمنتج او ان انا اقيده في سجل الوسطاء. الا يكون قد حكم بالافلاس ما لم يرد اليه اعتباره. مينفعش ان انا اخد شخص وان انا اختاره كمنتج او اقيده في سجل الوسطاء ويكون اصلا اتحكم عليه بحكم بافلاسه. الا يكون قد فصل بحكم او بقرار تأديبي نهائي او صدر قرار بشطب اسمه من سجل المهنة. ما ينفعش الشخص ده ان هو اتشطب او ان هو انفصل او ان هو خد قرار تأديبي نهائي، ما ينفعش ان هو نختاره تاني كمنتج او ان هو يقيد في سجل الوسطاء. هنا اسس تدريب الجهاز الانتاجي. يتم تدريب الجهاز الانتاجي في التأمين على اسس او اساس على اساس اربع عوامل يطلق عليها بالانجليزي لفظ اللي هي KASH. دي حروف، الحروف دي بترمز لاربع عوامل هنا للتدريب او اسس تدريب الجهاز الانتاجي. طب ايه هما الاربعه دول؟ اول حاجه المعرفه، الكي دي بتدل على المعرفة. طب والايه بتدل على ايه؟ على السلوك الشخصي والذهني للبيع. طب والاس المهارات البيعية والتسويقية. طيب والاتش اللي هي العادات. يبقى هنا اسس تدريب الجهاز الانتاجي، الاسس دي هنا موجود فيها اربع عوامل، والاربع عوامل اللي هم ايه؟ المعرفة والسلوك الشخصي والمهارات البيعية والعادات. هناخد كل واحد منهم بالتفصيل. يعني ايه معرفة؟ يعني ايه السلوك الشخصي؟ يعني ايه المهارات البيعية والعادات؟ هناخد اول حاجة اللي هي المعرفة. المعرفة هنا بيقصد به الالمام بكل المعلومات المتعلقة بالتغطيات التأمينية التي يتم تسويقها من حيث أهميتها. يبقى هنا أنا ينفع إن أنا المعرفة دي أنا باخد إيه؟ باخد كل المعلومات المتعلقة بالتغطية التأمينية اللي أنا ينفع إن أنا أسوقها من حيث أهميتها والحاجة إليه.
وكيفية تسويقها والشرائح التي تناسبها أو العملاء المرتقبين لكل نوع من أنواعها وطريقة إقناع العملاء بمزاياها. يبقى هنا المعرفة دي لازم أعرف إيه هي المعلومات الخاصة بالتغطية التأمينية عشان أقدر إن أنا أسوق الوثيقة دي وأبدأ إن أنا أبدأ إن أنا بسوق الوثيقة بتاعتي وأعرف إيه هي المعلومات بتاعتها أو إيه المعرفة بتاعتها عشان أقدر إن أنا أسوقها وأقول للعميل أو أشوف المناسبة لأني عميل من العملاء الموجودين عندي. يبقى هنا المعرفة دي مهمة جدا من الأسس إن أنا أقدر إن أنا أعرفها. يبقى هنا أول حاجة من الأسس اللي هي الإيه؟ المعرفة. واتفقنا إن أنا لازم أعرف المعلومات الخاصة بالتغطية التأمينية. طب تاني حاجة من الأسس بعد المعرفة اللي هي المهارات الإيه؟ المهارات الشخصية والذهنية للبيع. طب إيه هي المهارات الشخصية أو السلوك الشخصي والذهني للبائع؟ أول حاجة هنعرف إيه هي لو شفنا مع بعض على الشاشة يقصد به الموقف الحماسي لمهنة البيع، المهنة الإيه؟ البيع أو التسويق، والخطوات والإجراءات والأنشطة الضرورية والمناسبة لممارستها. فالخدمة التأمينية تعتمد بنسبة كبيرة على سلوك وتصرفات وعقلية البائع وليست المشتري بعكس السلع المادية. يعني هنا لو انت تلاحظوا اهو انا هنا السلوك وتصرفات وعقلية البائع وليست مين المشتري. يبقى هنا لازم هنا في السلوك الشخصي والذهني للبائع ان هو بيقصد بيه الايه؟ الموقف الحماسي لمهنة البائع. انا بشوف الموقف الحماسي لمهنة الايه؟ البائع او التسويق، والخطوات والاجراءات والانشطة الضرورية والمناسبة لممارستها. فالخدمة التأمينية دي بتعتمد الخدمة التأمينية بتعتمد بنسبة كبيرة جدا على سلوك وتصرفات وعقلية البائع وليست مين المشتري. اما في السلع المادية ان انا في اي سلعة انا بشوف هنا مين، بشوف سلوك مين وتصرفات مين المشتري عن البائع وليس الايه؟ البائع. دي في السلع المادية. اما في الخدمات التأمينية انا بعتمد بنسبة كبيرة على مين؟ على سلوك وتصرفات وعقل البائع. تالت حاجة اللي هي المهارات البيعية والتسويقية. يقصد بها كل ما يتعلق باكتساب معلومات عن الخدمة. المهارات البيعية والتسويقية ان انا بكتسب ايه؟ بكتسب معلومات عن مين؟ عن الخدمة المباعة، ولباقة في الحديث. لازم يكون عندي لباقة في الحديث عشان اقدر ان انا ابيع واسوق والاقناع حتى يمكن توصيل مزايا واهمية التغطية التأمينية. لازم يكون عندي لباقة في الحديث وان انا اقنعهم عشان اقدر ان انا اوصل لهم المزايا واهمية التغطية التأمينية للايه؟ للعميل، وبيان مدى حاجته اليه بالإضافة إلى مهارات الحديث أثناء المقابلات البيعية. لازم يكون عندي مهارة الحديث أثناء إيه؟ المقابلات البيعية والزيارات الاستطلاعية. وأنا بعمل زيارة استطلاعية فلازم الشخص ده يكون عنده المهارة البيعية والتسويقية اللي هي اللباقة في الحديث والمهارات الحديث أثناء إيه؟ المقابلات. رابع حاجة العادات. يعني ايه العادات؟ يقصد بها عادات ونظام رجل بيع الخدمات التأمينية، حيث يتم البيع دون تعليمات سابقة صادرة للبائع ودون خطة بيع مكلف بها. يبقى انا مش بحط له ولا اي تعليمات ولا اي خطة. امال بعمل ايه؟ انا بسيبه هنا هو اللي بيبدأ ان هو يشتغل على اساس العادات الموجودة. هو لازم يشوف ايه هي العادات الموجودة في المجتمع ده او في عند العميل ويبدأ ان هو يتعامل عليها. ما بحطلوش اي تعليمات او بلزمه باي حاجة ليها. هو بيشوف ايه هي العادات الخاصة للعميل ويبدأ ان هو يتعامل بيها. كده احنا خدنا الاسس الموجودة وقلنا ان هم اربعة. هنبدأ بعد كده الجزء اللي بعد كده اللي هي البرامج التدريبية. طب والبرامج التدريبية دي لو احنا اتكلمنا معاها ونشوف مع بعض على الشاشة اللي هي البرامج التدريبية والتأهيلية للمنتجين الجدد. اول حاجة يعتبر مين؟ يعتبر معهد التأمين.
هو اول واحد يبدا ان هو يدرب المؤهلين او يدرب الوسطاء. هنا لما نشوف مع بعض، يعتبر معهد التامين بمصر هو الجبهه الرائده، هو الجهه الرائده والمسؤوله والمسؤول الاول عن برامج تدريب وتاهيل الوسطاء. يبقى هنا معهد التامين بمصر هو الجهه، هو جهه الجهه الرائده والمسؤوله الاولى عن برنامج تدريب وتأهيل الوسطاء والمنتجين. تاني حاجة ان هو يعد المعهد المصري للتأمين بمثابة منظمة تعليمية. يبقى المعهد المصري للتأمين ده بيعتبر ايه او بيعد ايه؟ بمثابة منظمة تعليمية وتدريبية وتثقيفية. يبقى هنا هو منظمة تعليمية وتدريبية وتثقيفية متخصصة في مجال الايه؟ مجال التأمين. تالت حاجة اللي هو يهدف المعهد المصري الى ايه؟ الى توفير واعداد وتأهيل الكوادر البشرية. ان انا بوفر، الهدف مني ان انا بوفر اعداد او توفير واعداد وتأهيل، بوفر وبعد وبأهل الكوادر البشرية اللازمة لقطاع التأمين وفقا للمعايير الدولية. يبقى هنا المعهد المصري او معهد التأمين المصري هو بيوفر لي وبيعد لي وبيأهل لي الكوادر البشرية اللازمة لقطاع التأمين. بيقولك هنا تكون فلسفة المعهد على اعداد البرامج اللازمة لتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتطوير قطاع التأمين وزيادة الطلب على المنتجات التأمينية وتأمين سوق التأمين المصري حتى يلحق بركب أو الأسواق العالمية المتطورة في هذا المجال. يبقى هنا فلسفة المعهد أن أنا بعد البرامج اللازمة لتأهيل الكوادر البشرية عشان أنا أطور قطاع التأمين، وأن أنا أزود الطلب على المنتجات التأمينية، وان انا انمي سوق التأمين. شوفوا كذا حاجة اهو. يبقى هنا المعهد ده بيعمل ايه؟ بيعد البرامج اهي اللازمة لتأهيل الكوادر البشرية، وبيعمل ايه تاني؟ وبيطور قطاع التأمين، وبيزود طلب على المنتجات التأمينية، وبينمي سوق التأمين المصري حتى يلحق بالاسواق العالميه. انا مش عاوز بس في مصر بس، لا انا عاوز الحق الاسواق بمواكب الاسواق العالميه. ده المعهد المصري للتامين. هنا هندخل على برنامج الهيئه العامه للرقابه الماليه، ويشمل هنا البرنامج 5 وحدات تتمثل فيه. يشمل البرنامج الى 5 وحدات. طب ايه هي الوحدات دي؟ اللي هي تسويق الخدمات التأمينية، مؤهلات الوسيط الجيد والتزاماته، أهمية عمل الوسيط لشركات التأمين، والتشريعات والقواعد المنظمة لسوق التأمين. هناخد أول حاجة اللي هي التسويق، تسويق الخدمات التأمينية. وبهنا بيقولك يعني ايه تسويق الخدمات التأمينية؟ بيشمل مفهوم التسويق عموما والفرق بين تسويق السلعة والخدمة ووسائل التسويق المنتجات التأمينية. تاني حاجة مؤهلات الوسيط الجيد والتزاماته، بتشمل ان انا بأهل التأهيل العلمي والسمات الشخصية واخلاقيات المهنة الوسطاء ودور الوسيط في خدمة العملاء وشركات التأمين والتزامات الوسيط قبل وبعد بيع الخدمة. تالت حاجة اهمية عمل الوسيط لشركات التأمين، ليه اهمية طبعا علشان ان هو بيمد حاجات الشركات لجهاز الانتاج والتسويق وعناصر نجاح الجهاز الانتاجي والتسويق والهيكل التنظيمي والهيكل الانتاجي للشركة وموقع الوسطاء منه. رابع حاجة اللي هي التشريعات والقواعد المنظمة لسوق التأمين، بيقولك هنا بتشمل تشريع التأمين والتشريعات الوسطاء ومحظورات عمل الوسطاء. واخر حاجة اللي هي اعادة هيكل نشاط الوسطاء، وبتشمل المشاكل العملية لممارسة مهنة الوسطاء وتطويرها ومتطلبات هذا العمل. اخر حاجة في الوحدة اللي هي تطوير اعداد الدورات والمتدربين من الوسطاء بالمعهد،
بيقول لك هنا ان اصبح معهد التامين بمصر منذ انضمامه رسميا الى الهيئه العامه للرقابه الماليه التي بدورها الى هيئه الرقابه الماليه هي تدريب فعال لتنميه الكوادر البشريه العامله في قطاع التامين من الناحيه الفنيه والاداريه. ان انا بعمل هنا الناحيه الفنيه والاداريه والماليه والتسويقيه حتى يتواكب سوق التامين المصري مع متطلبات القرن 21 والألفية الثالثة. وطبعا للأسف احنا حلقتنا انتهت، واحنا خدنا ايه في الحلقة دي؟ خدنا الوحدة الثانية اللي هي التشريعات والقواعد المنظمة للعمل الوسطاء والمنتجين، وخدنا الوحدة الثانية اللي هي تأهيل المنتجين الجدد. وللأسف حلقتنا انتهت. أشوفكم على خير وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، وإلى اللقاء في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.